أنا بحب مجال الحديد. كان يجي عندنا الحديد اللي هو المربط تاع اللي بيحملوا عليه صورة ومدسورة وهيك شغلات، يعني بيكبوهم طبعا. كنت أشوف وين بروح فيهم على المصنع، على السكران من نفس الحديد اللي بدنا نروح بنكبه، احنا بنشتري زيه بس هذا دغري نجلس. اللي عمل لي شغله ان الحديد اللي بنكب هذا بنجيبه بنجلسه بصير اعمل منه مصنع. يعني انا لو الماكينات هاي اللي بدي اعملها لو كان في منهم موجود كان اشتريت واشتغلت، بس ما في منهم. انا اول ما اخطر ببالي اصمم ماكينه، طبعا برسمها على ورق سكتش، بعرف شو اللي بدي اياه. هسا انا بال2000 اول ما بلشت في اول ماكينه كانت عندي ماكينه واحده، وكانت الماكينه يا دوب مسلكه شغلنا. اول قرض اخذت 1000 دينار في الزرقاء، قدمت لبنك اخذت من عندهم 3000 دينار، فصلت ماكينه ثانيه وصرت اجيب حديد، ونقلت من مشغل صغير لمحل اوسع، صرت بدي ماكينات اكبر وشغل اكثر وصار علي طلب. خلصت هسه القروض، اخذت من عندهم برضو قرض، اعطوني 6000، نقلت اخذت ارض فاضيه بنيت عليها سور، فصلت ماكينات جديده واشتغلت على مستوى اكبر. بلشت في اول ماكينه وباول طن حديد، هسه عندي 12 ماكينه وحديد عندي الحمد لله اللي في المصانع مدفوع حقه، يعني كميه. المفروض عندنا برامج انه توعي هذا السكراب انه يقدروا يستغلوا منه شغلات كثيره. ما هذا رايح على الكلام، استغله ولا اخليه على الكبر؟ اخليه على السهر، انو افضل؟ نستغله.